السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا يعني وين بزاف ناس قالوا لي واش انت كيفاش راك تشوف يا ودي. انا دائما نطلب حاجة واحدة، دائما يعني نطلب حاجة من هذا المدرب، وفي وقت سابق يعني كنت نطلب فيها مي كانت الناس لا هي رانا 30 بارتية، رانا 32، رانا 33، رانا 34، رانا 35. وفطنوا هيا وفطنوا، وين هيا بزاف عليكم هيا وفطنوا، وين من فماك وانايا نهدر يا جماعة يا جماعة. اللي قلنا كملنا كوب دي موند، كملنا كوب دافريك، نبغي ليكيب ناسيونال. شا كنت نهدر؟ الناس كانوا يقول لك لا هذا الكرهو جا بالماضي، هذا الكرهو ليكيب ناسيونال. شا كنت نهدر؟ شا كنت نقول؟ تقول يا جماعه رانا في نقطة قوة، نروحوا نجيبوا اللعابة باش نقعدوا في نقطة قوة، نقعدوا في القمة. كنت نقول باش نقعدوا في القمة، إلا كنا نخدموا 10 نخدموا 20، ولا كنا نخدموا 20 نخدموا 40، 40 تخدم 60، 60 تخدم 70، 80، 80 تخدم 100. لازم ديما لازم لك يعني القيمة، لازم لك المستوى باش تقعد في المستوى. حنا لا، نربحو ونضحكو على الغاشي، نربحو ونضحكو على الغاشي. تخرجوا لنا التوانسة قال لك يا ودي نتوما ربحوا، حنا نروحو كوب ديمو. عندهم الحق، حنا ربحنا، ربحنا 35 دينا بارتية، دينا اسم تاع 35 بارتية. بصح خويا انا كنت نحوز، انا فريق منتخب وطني، منتخب اللي ما يروحش نربح 35 مباراه يعني ندير الهيلاله والزقه والتهواس الراس وتكسار الراس يعني، وما نروحش كوب ديمون. انا بالنسبه ليا يعني 70% هذ اللعابه قاع يروحوا لا شيء لا شيء. انا نقولها ونعاودها، ما كنت اطلبه دائما من هذا المدرب في وقت سابق يجب ان يعلمه يعني باش يعرفها به. الان المنتخب ليس نادي كيما اللي قال لهم روحوا شوفوا ليفربول. لا انا ما نشوفش ليفربول، انا نشوف كيفاش ديشو راه يخدم، انا نشوف لي زالمو كيفاش راهم يخدموها، انا نشوف لي زونغلي كيفاش راهم يخدموا، نشوف كيفاش يعيطوا. دياز تاع البرتغال على بالك بلي ما لعبش كاليفيكاسيون اللي فاتت، لي ماتش بارات اللي لعبوه البرتغال، على بالك بلي يلعب في مانشستر سيتي وما ولاش يلعب. اما لا على بالك اش داروا له لونترينر ما حيطلعش. حنايا بن عمري كان مقيل وتعيط له يلعب، مقيل تعيط له يلعب. حتى ماندي وك نبغي ماندي ما كانش يلعب كنت تعيط له يلعب. بلايلي الله ينجحه، بصح بلايلي في الكوب دافري ما كانش عنده نادي، بصح شتي لا كنت جبته. سليماني ما راش عنده نادي، ربع شهور حابس جبته. ادم الونس نتوما قلتوا بلي اصابه، هذاك حافظ الدراجي قال اصابه، انا على بالي بلي مشي اصابه، دار له تغيير. خمس شهور جابه، شو كيفاش باش تعرفوا الان يعني هذا ماهوش نادي. يجب ان يكون تكون التشكيلة الأساسية نفسها دائما، لا يجب أن تكون التشكيلة اللي تلعب بها ديما هي. ولينا نرقدو لعبي، ولي دير اللي بغات دير، 100 لعاب في القائمة كي نحسبوا اللعابة نقلعوا اللعابة تاعك اللي تلعب بهم. أنت شا كنت تقولنا كانوا الناس هذوك صحاب الطبيلة تيك تيك تيك، شا كانوا يقولوا لنا المدرب صنع لنا أربع تشكيلات. بصح هي في الحقيقة كنا نشوفوا التشكيله اللي لعبت كونت كينيا ولعبت كونت سينيغال فينال، هذيك هي كنا هذه كنا نشوفوها. كاين واحد نقص منافسه كيما عطال، تروح تجيبوا لاعب من الكوب دافريك ما لعبش، لعب 17 دقيقه روح جبتو درتو 3، هاو هاكا نكاليفو، هاو هاكا ما نكاليفوش. خلينا نقولها لك يا ودي، لا يجب ان تكون التشكيله. انا مانيش كيما انا اللي قلت لهم ليفربول، شو ليفربول لا هذاك نادي. بصح انت عندك دات فيفا،
قادر منا اللي لعبوا اليوم اللي لعبوا لك نهار تنزانيا واوغندا، قادر في سبتمبر يكون كان اللي يكون مبليسي، كان اللي يكون المستوى تاعو متراجع، كان اللي يكون ما كاش كاع، كان اللي كل واحد وكيفاش. ماهوش نادي هذا يعني، وين نفسها دائما، لان ليس دائما نفس اللاعبين يكونوا جاهزين في تواريخ الفيفا. تنويع في التشكيله الاساسيه حسب المنافس وخلق روح المنافسه اهم شيء. حتى التغييرات لا يجب ان نستثني منها كوادر، لان بالمقابل هناك لاعبين متعطشين للمنتخب، والامثله امامكم، وهو ابن عياده، ابراهيمي، عمراني، قادري، وعدد من اللاعبين الجزائريين الذين انجبت يعني بلومي، عصاد، لا زالت تنجب. فقط لازم نمنح الفرصه في المقابلات التي من المفروض هي التي تمنح فيها الفرص امثال اوغندا والنيجر، لكي ندخل غمار تصفيات كاس العالم بقوه وليس للتجارب. هذه نقولوها لكم ونعاودها لكم، ماشي غادي تجي كوب دافريك كوب دي موند او يقول لك بغيتوني. لا لا، منظرك منظرك، علاه تلعب كوب دي موند ومن بعد ربع سنين ومن بعد يديروا لك في لوروب؟ صح يلعبوا تشامبيونز ليغ، يلعبوا منا، يلعبوا. احنا عندنا ما بين كوب دي موند كوب دي موند عندنا دو كوب دورو، دو كوب دافريك، كوب دو كوب دافريك تصنع فيها منتخب يعني سوليد خويا. ما نبقاوش نشوفوا ارجال اخر، ارجال اخر، ارجال فلان، ارجال فلان، ما بقاوش نشوفوا في هذا الناس، ما بقاوش نشوفوا هذا الناس. خاطش علاه قتلتونا ربع سنين مين بغوا نلعبوا؟ نقول لكم يا ودي ها جيبوا جوار هرم، يقول لك لا الوقت قصير. يا ودي ها جيبوا، الوقت قصير، الوقت قصير، الوقت قصير، الوقت قصير. هيا قال لكم انتم يتعوض الوقت قصير، هيا ما عندكمش الوقت باش تروحوا تلعبوا كوب ديمون. دي فاني كوب ديمون قال لك ما عندكمش، هاي حصلوا في قسام، حصلوا كيما قسام قاسها لكم معنا، قال لكم كي يربحوا الاربيت ما يجبدوش كاع، كي يخسروا يجبدوا الاربيت. نهار اللي ربحنا كونت نيجيريا 2-1 في 2019، شكون اللي جبد على الاربيت؟ ما كانش اللي جبد على الاربيت. وكي خسرنا لي زاربيت ولينا نديروا ماتشين الاربيت، نخسروا الاربيت، كي نبغوا نلعبوا بسيمانه ولا يطيحوا على الاربيت، الا ربحنا ينساو الاربيت. شو كيفاش؟ على ذيك اليوم وين انا بغيت كونت اوغندا، كونت اوغندا يلعب بزدادكا، حميش، طوكاي، طوبا، يعني تنوع. خايف من اوغندا، اوغندا دخلت خايف منها، تلعب ثلاثة ريكيبيراتير فانيكا ودا هاو مالك اوغندا لعبت لها بثلاثة ريكيبيراتير، خايف ما لعبتش بصانع العاب. كان عندك هذا قادري ولا ماكش قادري؟ واه عندك يلعب صانع العاب، ديره تكلى على روحك، تكلى على اللمسة تاعك، ماشي لي كاليتي تاع اللعابة. حنا فوزنا هذيك خطرة كونت اوغندا، يعني فوز يعني معنوي لكن بدون أداء. أنا نقولها لك ونعاود، أنا نلعبو بدون أداء، بدون أداء، نربحو بدون أداء، وهذه ماشي مليحة. خاطش نهار اللي تتلاقى مع منتخب سوليد يفركتك، يعني نقولها لك، لا بغات تربح 40 بارتية وما تروحش كوب دي موند، يعني وتخرج برومي تور كوب دافريك خويا، غير اسمح لي أنا نقولها لك، اسمح لنا خاطش علاه. أنا نقولها لك ونعاود لك، مدرب ناقص تاكتيكمون، اللي بغا واللي كره ما على باليش. انا خاطر نبغي ليكيب ناسيونال، مدرب ناقص، لازم له شويه يروح يقرا عن فيسا ولا يقرا عن انشيلوتي ولا يقرا، ناقص تاكتيكمون، ناقص ناقص. علاه كاين اللي يقولك علاه ما لعبش طوبا؟ انا نقول لكم علاه ما لعبش طوبا. طوبا ما لعبوش خاطر علاه ما عندوش صانع العاب طوبا يحطها تك 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 تك، يحوس يطلعها من لا ديفونس. بصح هو ما عندوش صانع العاب اللي يدير توازن، ما عندوش، يلعب لك بثلاثة ريكيبيراتور، يلعب لك بن ناصر صانع العاب، بن ناصر ما يجيك صانع العاب، راك يتبريكولي في بن ناصر، راك تبريكولي بن ناصر كاسير بن. اي عاودوا ولوا بارتي، شوفوا زروقي وين لعب، زروقي لعب في لا ديفونسا، زروقي لعب في لا ديفونس، لعب في اللاك زروقي
هذاك راه مزيت الرقية، لعب في لا ديفونس، باش يكون على بالكم باش تشوفوا البارتية، لعب في لا لعب في اللاكس، لعب مع بدران وماندي، لعب معاهم هما، هاهم نقول لكم تزعفوا.